منذ فجر التاريخ سعى الإنسان اليمني يشق طريقه في السهول والهضاب وعلى قمم الجبال وآكامها، إيمانا منه بضرورة التواصل بينه وبين من حوله من القرى والمدن اليمنية التي تتوزع الجمهورية اليمنية من أقصاها إلى أقصاها. وقديما فكر الإنسان بشق الطرق، فابتكر أساليب بدائية لشق الأرض وحفر قنوات للماء لاستخدامها في ري المزروعات. فتطورت هذه الطريقة حتى توصل إلى بناء جسور قوية ومتينة. لقد حقق أهل اليمن في قديم الزمن العديد من المنشآت التي ساعدتهم على حسن استغلال المياه للزراعة وغيرها، ومنها المآجل والكروات والصهاريج المتسعة، ومن أبرزها صهاريج الطويلة في مدينة عدن، مع أنها ليست بالسدود بمفهومها العصري وإنما خزانات للاحتفاظ بالمياه، وهي من أقدم ما ترك الإنسان في هذا المضمار. وفي هذا الإطار يأتي موضوعنا الذي نقدم له، وهو عن الطرق والجسور في اليمن، والتي يقف جسر شهارة بينها شامخا مهيبا من أكمل الشواهد على براعة الإنسان اليمني في جعل اليمن كلها طرق. أوصل الجبال وشق الصحاري وافترش قمم الجبال، ومن هنا من شهارة هذه المدينة التاريخية الخالدة. نتوقف عند أحد الجسور المنيعة والمعجزات اليمنية، عند شهارة الرأس، نسبة إلى الأمير ذي الشرفين محمد بن جعفر بن القاسم العيالي. وشهارة الفيش إذ يربط بين هاتين القمتين جسر حصين يعد من أشهر الجسور ومن أجمل الأماكن السياحية في اليمن. ويقال بأن أول من اتخذ شهارة معقلا هو أسعد الكامل، وقد ظلت حصنا منيعا على طوال التاريخ اليمني، واتخذها الإمام القاسم بن محمد عاصمة لملكه إلى أن مات في 54 و1000 للهجرة، الموافق 44 600 و1000 للميلاد. وكانت واحدا من أهم الحصون التي عثر على الأتراك الاستيلاء عليها خلال تواجدهم في اليمن رغم محاولاتهم المتكررة. وقد ساعد على تحصين هذه المدينة كونها مدينة لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال أبوابها المحددة، وهي باب النحر وباب النصر وباب السرو. وكانت شهارة من أكبر المعاقل العلمية في اليمن، تضاهي في ذلك المدن التي ازدهرت في مختلف العلوم، وتخرج منها العديد من العلماء. إن مثل هذه الجسور العظيمة بمواقعها تدل على عقول اليمانيين الحكيمة وشدة بأسهم في اختيار الطرق والجسور في هذه الأماكن الشاهقة وهذه القمم الشماء التي نشأ فيها اليمني حقبا من الدهر. كل يوم والتاريخ يضيف إلى رصيد اليمن أرصدة لا تنتهي إلا بانتهاء الحياة.